مشاهدينا، للحديث أكثر حول هالموضوع ينضم لنا عبر الهاتف النقيب أحمد محمد الجاسم، رئيس مركز الدفاع المدني بلحد. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صباحك بالخير اختي إيمان، وصباحك بالخير اخوي حمد. صباح النور، ويسعد صباح المشاهدين والمستمعين. وصباحك. صباح النور. اول شيء، في ظل أزمة كورونا وبقاء المواطنين والمقيمين في المنازل، عدم مغادرتهم الا بالضرورة، صارت التوعية بالسلامة في المنزل في فصل الصيف شيء مهم. شنو اللي هي المجال الواجب المجالات الواجب تأمينها سلامتها في المنزل؟ طبعا المنزل هو يعتبر الملاذ الآمن، ويعتبر مكان الراحة للأشخاص بعد يوم متعب ويوم مرهق، وخاصة في فصل الصيف بعد الدوامات وبعد انشغالهم بالأمور الحياتية. يعتبر المنزل هو المكان الآمن. طبعا مهما اختلفت مرافق المنزل، تعتبر جميعها مهمة ويجب تأمينها، مهما اختلفت أيضا خطورتها أو ارتفاع الخطورة في بعض الأماكن مثل المطابخ، وأقل المخاطر مثلا في غرف النوم أو عزكم الله في دورات المياه. هذه المنزل يجب يكون مؤمن بشكل كامل، بس نركز فيها على المطابخ كونها هي اللي فيها المواد القابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال، ويكون فيها مصادر حرارة تسرع من عمليات الاشتعال أيضا. هني هذه المطابخ يجب أن احنا نزيد فيها الأمور السلامة، ونزيد فيها الوعي داخل المنزل بالنسبة لربات المنازل، أرباب المنازل، وأيضا للأطفال والمقيمين في هذه المنزل. أيضا لا تقل ضرورة غرف النوم والصلاة من هذه الاشتراطات اللي يجب تأمينها، أيضا بتوفير الطفايات الحريق المناسبة، كانت الخاصة للكهرباء أو الخاصة للمواد الصلبة مثل طفايات الماء أو البودرة للأماكن المفتوحة حق مجمع الكهرباء الخارجي. جميل. يعني يمكن ذكرت لنا الشغلات اللي لازم تواجدها في المنزل هي اللي تعتبر من السلامة المنزلية، لكن لو بنتكلم معك أكثر عن إحصائيات بالمسببات الأكثر شيوعا للحريق في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، هل ممكن تذكر لنا هذه الإحصائيات؟ طبعا هو من بدأ من مطلع 2020 في بداية يناير، تلقت الإدارة العامة في غرفة العمليات للدفاع المدني ما يقارب 4350 بلاغ في مختلف البلاغات، شكل منها 5% فقط اللي هي الحرائق أو البلاغات الخاصة بالمساكن والمساكن متعددة الأدوار. طبعا هذه النسبة احنا لاحظنا فيها انخفاض ملحوظ بالمقارنة بالسنوات السابقة، كون أن التزام المواطنين والمقيمين بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية بضرورة الالتزام داخل بالحجر المنزلي أو عدم التنقل إلا في حالات الضرورة، لاحظنا أن في انخفاض في هذه المعدلات. طبعا شكل ما يقارب منها 70% من هذه البلاغات اللي في المساكن والمساكن متعددة الأدوار، 70% منها يكون للالتماسات الكهربائية أو البلاغات الخاصة بأمور الكهرباء أو المتسبب فيها الكهرباء. أما بالنسبة لـ 30% الأخرى كانت تعتبر في البلاغات الأخرى كعبث الأطفال، الحرائق في المطابخ، وآخر من اللي هي البلاغات اللي ترد من المنازل. حلو أن يعني ذكرت الإحصائيات، وحلو أن يعني شفنا الإحصائيات أن مثل ما قلت قلت، لكن دائما نسمع عن ماس كهربائي أو ضغط عالي على الأجهزة التكييف بالذات. شنو الأسباب من منظور الدفاع المدني؟ طبعا أجهزة التكييف هي شيء ضروري عندنا في فصل الصيف، ولا يمكن الاستغناء عنها، ما نقدر نحن نستغني عنها بتاتا، خاصة بعد يوم متعب بيكون المكيف هو يمكن الحل الأنسب، إنه هو يشيل من عندنا هذه الطاقة.
طبعا اغلب الالتماسات الكهربائيه او الضغط العالي اللي يصير في المكيفات يكون لان المكيف على وضع التشغيل لمده لفترات طويله تتعدى 10 ساعه او 24 ساعه، وايضا يتم تشغيل المكيفات في المنزل في جميع الغرف او في جميع مرافق المنزل بحيث يكون في ضغط عالي على مجمع الكهرباء الخارجي او الدائره الكهربائيه اللي بتكون الداخليه. هذه الضغط العالي اللي يصير على الشبكه الكهربائيه يسبب لنا حريق ويسبب لنا ارتفاع في درجه حراره الاسلاك بحيث ينصهر عندنا العازل الكهربائي اللي على الأسلاك مما يسبب إلى التماس يؤدي إلى اشتعال الحريق. هذه من ناحية أولية. أما من ناحية أخرى عدم استخدام الأسلاك المناسبة للمكيفات. طبعا الطاقة اللي يستهلكها المكيف نوعا ما طاقة عالية بالنسبة مقارنة بباقي الأجهزة الكهربائية. يتم استخدام أسلاك كهربائية ضعيفة، أيضا ما تستحمل هذه الطاقة اللي يستخدمها المكيف، وأيضا يسبب لنا إلى اشتعال. أيضا المكيف عدم صيانته بشكل دوري قبل موسم الصيف أو أثناء موسم الصيف أيضا يسبب لنا بعض الالتماسات الكهربائية اللي تؤدي إلى اشتعال المكيف، وايضا عدم اختيار الشركه المناسبه للصيانه قد تسبب ايضا في تلفيات لقله خبرتها في هذا المجال. نعم، يعني نسمة تفضلت ذكرت قبل شوي قلت انه يمكن اكثر اشتراطات السلامه لازم تكون موجوده في المطبخ. احنا نعرف ان المطبخ وسلامته من اهم المجالات الواجب الاهتمام فيها حين الشعور طبعا برائحه غاز مثلا، كيف يكون التصرف الامن بالنسبه حق الاصحاب الموجودين داخل البيت؟ التصرف الآمن بالنسبة حق تسرب الغاز أول شيء هو الاتصال بالجهات المعنية. نعم. على الدفاع المدني بشكل أساسي، بحيث أن احنا يكون دور فرق الإنقاذ عندنا أو فرق المكافحة هي لها الدور في تأمين هذا المكان، عدم الدخول يعني بأي شكل كان، يكون حفاظا على سلامته وسلامة سكان البيت نفسهم. تسرب الغاز داخل المنزل يشكل خطورة كبيرة، يسبب انفجار ارتدادي يضر بسلامة الأشخاص داخل المنزل ويسبب لهم حروق قد تكون من الدرجة الأولى والثانية وينتقلون على أثرها إلى المستشفى وتم فترة العلاج فترة طويلة للتشافي من هذه النوع من الحروق. فإحنا ننصح دائما بالاتصال بالإدارة العامة للدفاع المدني للتعامل مع هذا النوع من البلاغات وعدم الاجتهاد في تأمين المكان في حال عدم وجود الخبرة الكافية. بس في حال كان هو متواجد داخل المطبخ وصار تسرب ولابد من التصرف في هذا الموقف، انه هو ننصح بعدم تشغيل اي مصدر كهربائي او مصدر حراري داخل المطبخ وفتح النوافذ والابواب بحذر شديد بحيث ان احنا ما ننقل الكهرباء الساكنه داخل في الجسم الى اي سطح معدني، ان ما نسوي اي شراره عن طريق الالتماس التماس الجسد بالأسطح المعدنية ويصير تفريغ لهذه الطاقة ويسبب لي شرارة تؤدي إلى اشتعال هذا التسرب أو الخليط من تسرب الغاز والهواء داخل المطبخ. تكلمت عن خطورة اسطوانات الغاز، لكن خلينا نتكلم عن الأساليب الآمنة لتخزين اسطوانات الغاز والمكان المناسب لوضعها في البيت. طبعا المكان المناسب لوضع اسطوانات الغاز هي تكون دائما خارج المنزل في اماكن امنه بعيد عن السيارات بعيد عن الشوارع بحيث يكون بعيد عن تصادم السيارات بحيث ان السياره ما تصدمها وتسبب لي تلفيات في الاسطوانه تسبب في انفجارها او اشتعالها. ايضا وضع الاسطوانات في مخزن حديدي او انصح التعبير احنا نقوله بالعاميه بوكس حديدي. صحيح. مهوه
بحيث يكون إذا صار في تسرب يمكن استشعاره، وأيضا ما يكون في خطورة في إحكام الصندوق ويكون التسرب داخلي. فتهوية الصناديق بتكون جدا ضرورية لضمان اكتشاف التسرب. أيضا بالنسبة للتمديدات من الاسطوانات الغاز إلى داخل المنزل، بحيث أنه يكون التمديدات معدنية أو معدنية على طول المسافة من الاسطوانة إلى الأفران، وتأكد من عدم وجود أي تسرب فيها، وذلك عبارة عن صيانات الدورية عن طريق الشركات المعنية أو الفحص المبدئي باستخدام الفرنج مع الصابون الأواني. نعم. بحيث أن احنا نعرف أن فيه تسرب عن طريق خروج الفقاعات من هذه الأماكن اللي فيها تسرب. نعم. طبعا لو بنتكلم مع وجود الأطفال في المنزل، هل توجد آلية محددة تضمن سلامتهم داخل المنزل؟ الآلية الأفضل والآلية يمكن اللي تكون الأكثر أمان وسلام، أمان وسلام، يكون هي مراقبة أولياء الأمور لهذه الأطفال. كون أولياء الأمور معاهم في المنزل، هم بيكونون صمام الأمان اللي يحمون أطفالهم من أي خطورة كانت. توعية الأطفال من قبل أولياء الأمور أيضا بتكون لها دور كبير في تأمين سلامة الأطفال داخل المنزل. الالتزام بنظام معين داخل المنزل كأوقات النوم، أوقات مشاهدة التلفاز، بتكون لها دور أيضا كبير في ضمان سلامة الأطفال. وضع الأطفال في وضع أو دون مراقبة، هني تكمن عندي أنا الخطورة، ويكمن عندي الـ الخطر اللي بيصير على الأطفال نفسهم. كون الأطفال إحنا تصرفاتهم ما نتوقعها، احتمال يتعبثون في المقابس الكهربائية، احتمال يتعبثون في الأفران، هني هذا يكون دور أولياء الأمور. أيضا الأطفال داخل المطابخ راح يكون لهم راح يشكل عليهم خطر في حال وجود أولياء الأمور، وهذه الأطفال يقومون بعمليات عمل عبث أو مشاغبة داخل المطبخ. على أولياء الأمور إخراج هذه الأطفال من المطبخ سلامة للأطفال نفسهم، وأيضا سلامة الأولياء الأمور من حال سكب الزيت أو اشتعال الأواني. طبعا النقيب أحمد محمد الجاسم، رئيس مركز الدفاع المدني بالحد، كل الشكر لك اليوم. مشكورين على استضافتكم. شكرا لك. طبعا أكيد مشاهدين